في حاجات كتيرة عشان يتاخد فيها قرار، نقعد ونجتمع وناخد وندي، وده يقول وده ما يقولش، وقال ايه القرار جماعي. لكن في حاجات ما ينفعش فيها الكلام ده، لازم القرار يتحسم في ساعتها، ينزل يرن. الله، قريب روح امك، رجعت في كلامك ليه؟ مش كنت عامل لي فيها حمامة السلام؟ ذبحت الحمامة وحشتها فريك، رجعت في كلام. الأمم بترجع في كلامها. وبعدين فكرت، اكتشفت ان ده ساعات كتير بيضطرك تستعمل ده. وبعدين خلاص يا ناصر، مش هنتكلم في الموضوع ده تاني يا اخي. اسمع يا طيار، قرار زي ده ما ينفعش تاخده لوحدك كده، احنا مش قفف يا اخي. اللي انتوا بتفكروا فيه ده مش هيحصل، واللي حصل مع حبيبي في القتيل ده كان مجرد بروفة. كشينا خوفنا خلاص يا ناصر. انا ما بخافش يا عماد، وانت عارف مقابلته هي الحل الوحيد يا مجدي. الحل احنا قلناه خلاص يا طيار. وانا مش موافق. واحنا مش موافقين انك تروح له برجليك يا اخي، مش عشان الشغل، عشان العشرة. الله، احنا خايفين عليك يا ناصر. ما هو عشان العشرة لازم اقابله، وكمان عشان خايف عليكم. ما انتوا ما تردوليش برضو ان انا اقضي بقيه حياتي حزين على حبايبي كلهم. يا ناصر، انا عايز اعرف بس هتستفاد ايه لما تقابله؟ يا ابني احنا قتلين ابوه، وكلنا عارفين العيله دي كويس. بقول لك ايه يا عم انت، انا اول واحد واقف قصادك لما كنت عاوز تقتل الزهار الكبير، وانا برضو اللي خلصتها لما ما كانش فيه سكه تانية. بس انت لو رحت هيبقى فيه ترطشه دم كبيره. الله، ايه يا فرج، ما كانش ده كلامك زمان. بقول لك ايه يا طيار، فكر في اللي ممكن تخسره واللي ممكن تخسره لنا. انت مش عايش هنا لوحدك. انا اعمل اللي انا شايفه صح، واللي مش عاجبه يضرب دماغ امه في الحيطه. وتصبح على خير بقى، عشان انا عايز انام. وانت من اهله واخويا، وما تنساش تغطى كويس، وياك بقى تنفذ اللي في دماغك. ولعلمك ما احناش ماشيين وهنقعد هنا وهنحشش. فرج رص. والحشيشه بتاعتي والنسوان من عند دودي، وهنبات هنا. اولعوا. اصل يا سيدنا مش متخيل منظري وانا داخل عليها بورد وبومبومي وبقولها تتجوزيني. انت تظهري ينفع؟ مستحيل اعمل كده يا سيدنا، مستحيل. حبيبه، خليتني افكر في الموضوع ده كتير قبل كده، خليته يلعب في دماغي من هنا. بس لا، برضو هو التحقيق ده مش هيخلص. شو بيك لبس كل الخزينة؟ شو عندك عرس؟ هتتجوزيني يا بت؟ عاوز اتجوز امك. بدك نتجوز اليوم ولا بكره؟ عايزه اليوم ماشي، عايزه كمان شويه ماشي، بكره الصبح براحتك. ونجيب ولاد بكره او بعد بكره، شو رايك؟ ايه ده، دمك مش خفيف على فكره، ما انتيش زيي، مش مهضومه. وانا اللي كنت فاكر أول ما تشوفيني كده هون هتقوليلي تمختاري يا حلوة يا زينب؟ ماشي، أنا غلطان أصلا، الحق عليا. يا حبيبي ولا عليك ولا علي، بس ليه بدك تتجوزني؟ عشان أنتي أكتر واحدة تقيلي يا قرع حلوة. وبقى أنفع للزواج، وأنت أكتر واحد تعرف. بالعكس، انت اكتر واحده تنفعي. اذا كان على موضوع الخلفه ما يهمكيش، انا عايزك انت زي ما انت كده هو، عشان بحبك. وبعدين انا اصلا بدور طول عمري على واحده ما بتخلفش، يعني انت لقطه. ده انا هخلف ليه يعني؟ هخلف عشان من غير عشان
بصي احنا نقضيها بوس. ها؟ بوس بقى وانبساط واحضان ماشي ما يخسرش. والحلو منه بقى ملزق وطاب. وسمعيني اغنية رهيب ولا رهيب؟ ايه من الاحلام هو كله من راسك فرج؟ ليه يعني؟ وانا مش من حقي احلم؟ وانا عشان فرج ما احلمش يعني؟ لا انا هحلم عشان انا بني ادم. وانت عارفه ان انا طول عمري كنت بحلم ان انت تكوني بتاعتي لوحدي، مفيش حد تاني معانا. انا وحده مثل اذا حدا حلم فيها بيتحول الحلم لكابوس. حبيبي انت ما بدك تجيب ولاد صح؟ وما راح تقول ليه؟ وانا مثلك ما بدي اتجوز وما راح اقول لك ليه. يعني انت مش هتتجوزيني؟ مع انه الطقم مغري كتير بس لا. على ابو امك والله لو ولع في الورد ده هو وهاكل الشوكولاته كلها. امشي. ايه ده؟ ده انا المفروض اللي امشي؟ ماشي. ايه الكبسه ده هي؟ الانتظار بشوق الى ذلك اللقاء هو فقط ما يعجل بقدومه، وستفشل حتما محاولاتك لارجائه مهما فعلت، فاللقاء قدر. انت ازاي جيت هنا؟ انت بجد مش عايز تشوفني يا حمزه؟ كده يا مايا؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ هي دي الصحوبيه؟ هو ده اللي فرق معاك؟ ان مايا كلمتني وطمنتني عليك؟ انا مش مصدقاك. فرحتنا بوقت اللقاء ما بنبقاش عارفين نتيجة اللقاء ده ايه، خصوصا لما بيبقى بين اتنين زي حمزة وحبيبة. انا مش هلحق اقرا كل الورق ده بس انا فهمت انت عايز ايه. انت يا ابني ما بتخافش على نفسك؟ لو مسكوك تاني مش هيسيبوك عايش. لك ما هيدا اللي عامل له ايه؟ ما عم يقتنيع. دي الطريقة الوحيدة اللي اقدر اخرجكم بيها بره الدنيا دي، واقدر ارد اعتباري قدام نفسي بعد اللي عملوه فيا. ما تسيبك من الكلام ده يا حمزة، وتعالى نعمل اللي اتفقنا عليه زمان تاني يا حبيبة. طب ومجدي واللي في بطنك؟ بقول لكم ايه، انا فاضل لي حاجات بسيطة جدا وخلص الرواية دي، بس انا ناقصني شوية تفاصيل، عشان كده قبل ما تروحوا حدي كل واحدة فيكم نسخة تقراها في البيت. نقرا ايه؟ ده في خبر حلو قوي. مش الحمل طلع كاذب. تعالي انت بقى، هم عايزاك في موضوع مهم. كذب ازاي؟ انا ما كنتش عايزه اقول لك الا لما اخلص كل حاجه مع مجدي. حبيبه اوعي تكوني موتي اللي في بطنك. ايه اللي انت بتقوله ده يا حمزه؟ انا مستحيل اعمل حاجه زي دي. طب احلفي. انت ما بتصدقنيش؟ مش الفكره، أو بالعكس ساعات الواحد بيبقى عايز يصدق عشان يصدق وخلاص. لو كنت مت وبتحسب ما كنتش هحس إن أنا سهلة ورخيصة طول حياتي كده. ساعات كنت بحس ان انا مش عايزه اكمل قرايه، بس ما كانش ينفع.
حمزة كان فاضل له النهاية وأنا كان لازم أحط النهاية اللي تخصني. قريته بالرغم إن الرواية مكتوبة بالعربي بس عربي غريب قوي عمري ما شفته. كلام مجعلص قوي يا حمزة. كلام إيه ده اللي مجعلص؟ في حاجة في الرواية دي مش حقيقية؟ فيها حاجة ما حصلتش؟ أنا من كتر ما كنت حاسس كل كلمة وأنا بكتبها كان متهيألي إن أنا عايش معاكوا فيها. ما هو باين بس في حاجات صعبة قوي في الرواية يا حمزة لو اتعرفت الدنيا هتولع. خليها تولع وأنا كنت كاتبها عشان أرصد إنجازاتهم مش عشانهم عشانك. لا 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 أنا مش جايبكوا عشان أسمع الكلام ده خالص. المرحلة دي أنا معديها. خدتوا بالكوا إن الرواية ملهاش نهاية؟ ما هو ده اللي كنت عايزة أقوله لك بس انت غلس. ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي ان الروايه من غير نهايه؟ اتفضلي اديني انا جايبه عشان اخد رايها. بهزر يا عم عشان تفرد وشك بس. انا عايز كل واحده فيكو تقولي عن النهايه اللي هي متخيلها. مش محتاجه يا حمزه الروايه دي ما ينفعش معاها غير نهايه واحده والنهايه دي لنا ولا حبيبة ولا انت نقدر نعملها في الحقيقة. حتى لو ما نقدرش نعملها بس نقدر نكتبها. يمكن كمان وقريباً تلتقي بناس مشتاقتي لهم كتير. ناس مين؟ تركيا للظروف. عادة هيدي اللقاءات بتكون نصيب. أما عما بعد اللقاء فيكون الاشتياق والحيرة والخوف من القدر والوثوق من المسار الذي تضعف فيه الرؤى. بقول كفاية كده. هو ايه اللي كفاية؟ بقالك فترة ما بتكلمنيش. انت زعلتيني وانا زعلتك نبقى خالصين. مش خالصين. زعل عن زعل يفرق. عايزاني اعمل ايه يعني؟ تتهمني اني حامل من راجل تاني. اي راجل مكاني كان هيعمل كده. ده يبقى راجل ناقص اللي يفكر في مراته بالشكل ده. كويس انك فتحت الموضوع. طلقني. حاضر هطلقك بس اسمي واسمك خلونا نستنى شويه. احنا مش عايشين في صحراء. ليجي الوقت المناسب هطلقك يا حبيبه. ماشي بس يا ريت الوقت المناسب ده يجي بسرعه. خير
لقيتش حد غيرك اتكلم معاه ويسمعني. ليه؟ مروان بيتطرش ولا عديته مرحلة الدردشة؟ فقالي مش حاجة ظريفة ان حد يبقى محتاج لك في حاجة وتتريق عليه. لا والله يا ليلى معاك انت عادي، انت بالذات الواحد لازم يبقى واطي معاكي، مفيش مشكلة. سيدة انا حامل. ألف مبروك. وجايلي ليه دلوقتي؟ ها؟ أنا جايلك عشان مش عارفة أعمل إيه. بتحبيه؟ تفتكر أنا ممكن أحمل منه لو مش بحبه؟ ليه؟ وأنت ما عملتهاش قبل كده؟ على فكرة كنت بحبك يا سيد. مش مهم. أنت على العموم مش محتاجة حد يقولك تعمل إيه. أنت عارفة أوي كويس. أنا لو خليته مش عارفة أقف وش أبوه وأمه. ومروان كمان لو قالوا له سابها هيسيبه، ولو نزلته يبقى بعيد نفس الدايره اللي عشتها معاك. انا في الدوامه دي بقالي شهر ومش عارفه اعمل ايه. انا شايف ان اللي باظ حاجه هو اللي يصلحها، ولا مروان بيأديب بيعرف يحمل وبس. سبق وقلتي لي اللي عنده معزه يلمها، بس خلاص ما عادش ينفع. هو ايه اللي ما عادش ينفع؟ في ايه يا سيد بتتكلم؟ لا اللي حامل من ابنك. اصل ان مفيش حاجه ممكن تخليني اكذب عليكي، ولو مش مصدقاني روحي اتاكدي بنفسك. هو ده بقى وقت اللزوم. صحيح هي حركه وسخه بس كان لازم اعملها، خصوصا ما بقتش اصدقها في اي حاجه. لا يا سيدنا، انا لو كنت ببيع ليلى ولا بنتقم منها، دي كانت الطريقة الوحيدة اللي كان ممكن احميها بيها من اللي هيحصل لها لو الموضوع ده فضل سر اكتر من كده. كنت عايز نعمل ايه يعني لما اعرف ان ابني الوحيد على علاقة مع السكرتيرة الجربوعة اللي بتشتغل عند ابوه، اللي هو كمان متجوز جربوعة زيها؟ ده البيت اللي الجربوعة صاحبتك كانت عايشة فيه. ما عم بفهم عليك يا مدام، أكيد منك جاي بس تحكي عن حبيبة، ما هيك؟ أكيد كارين، أنا جاي أتفق معاكي اتفاق، متأكدة إنك هتوافقي. العرض اللي عرضته علي الصافي ما كان سهل وفي عليه. لو إجتني بغير ظروف كنت أكيد شحطها لبرا، بس إجتني بوقت كنت حاسة فيه إنه الشخص الوحيد اللي ممكن أتكل عليه عم بيخون صاحبه، فما بقى فرقة معي شي اطلاقا. مسدس حبيبة هتقتل بيه ليلى وتحطه جنبه جثتها. نعم. عايزة البوليس لما يحقق تختفي خالص، ما يلاقيلكش أي أثر، عشان حبيبة لازم تلبسها. حاضر. بس إيه؟ حنيت ولا إيه؟ لا مش مسألة حنية، بس أنا بقول يعني المسامح كريم. ده المسامح يا حبيبي، بس مش أنا. طب أنا بقول حضرتك تهدي كده وتستريحي، وكل حاجة هتحصل زي ما أنت عايزة وزيادة. أنا مش هرتاح يا سيد، مش هرتاح لما أعمل فيهم زي اللي عملوا في بيتي وأخسرهم حياتهم زي ما خسروني حياتي. يلا روح، يلا روح وطمني أول ما يحصل. تحت أمرك. حاضر. أستأذن. Thank you.
انت مشتاقه لجمانة ومايا ما هيك؟ ما تخافي رح تقعدوا هون كتير. بس قولي لي شو اللي كان مخلى حمزه متاكد انه اذا نشر الروايه رح يقدر يحميكم من هالعالم او على القليله رح يقدر يطلعكم منه؟ كان يفكر انه بنشره لهالروايه ممكن يهد هالعالم القذر كله. ساعتها الجنازير اللي انتم مربوطين فيها رح تنفك. هيك شيء بفهم انه هو يفكر هيك لانه ما عاش بهيدا العالم، يمكن عرف تفاصيله بس ما قرب منه مثلكم. ما حسيتوا انه انتم عم تساعدوه انه هالمنطق اضعف من انه يتحول لواقع؟ بلا، بس امرار الحقيقه بتكون قدامك بس ما بتشوفها للاسف. لو اعتبرت انك ممكن تفكري بشكل عاطفي بحكم علاقتك بحمزه طبعا، جمانة كيف ما قدرت تنبهكم انه هالشيء غلط؟ خصوصا انه هي اكثر وحده تفهم هيدا العالم وتفهم الناس اللي موجوده فيه. جمانة كانت مبسوطه. هيدي انظف شغله بتعملها بحياتها انها تقعد مع حمزه وتحكي له قصه. جاوبي على سؤالي. جمانة كانت ملاقي هالمنطق ضعيف ايه ولا لا؟ المهم انه منطق ضعيف ولا لا مش مهم، مش موضوع منطق. ده لو كان طلب عيني كنت اديتها له. في ناس كده لو خسرتهم مش ممكن تقدر تعوضهم، مش ممكن. كان كله اللي هو اصلا هو عندي بالدنيا واللي عليها اساسا ما كانش ينفع ما يفهمش. كنتش هبقى مرتاح اساسا. اصله بالنسبه لي مش مجرد اخ، ده ابني. بس حمار عايز اتكلم معاك يا سيد. مفيش بينا كلام يا فرج، كلامي ده بينا خلص. لا ما خلصش. ولما تكون بتتكلم مع اخوك تتكلم عدل. ولما تكون مش فاهم لازم افهمك. انا بقى مش عايز افهم ولا فارق لي اللي انت هتقوله اصلا. ما تستغربنيش قوي كده وانا طالع لك. انت فاكر ان دي حاجه بسطاني؟ ولا يكون عقلك سرح بيك وقال لك ان انا كده فرحان؟ انت مش فاهم اي حاجه. يا ده انا كان نفسي تكون نظيف، كان نفسي تكون متعلم كده ومعاك شهاده وتكبر وتشتغل وتبقى احسن من مروان ابن مجدي. بس انت مصمم تبقى حمار بودان. من وانت في اسكندرية وانا بحاول امنعك انك تكون زيي بس معرفتش يا سيد. كان كل طموحك تبقى انا. طب ما هو ده انا يا سيد، بعبلي كده كلي كده على بعضي. انا دلوقتي ما بقتش عاجب؟ واللي انت بتعايرني بيه او فاكر انك ماسكه عليا زله انا فاكره ما نسيتوش.
مش محتاج حد يفكرني، بفتكره كل يوم وبيوجعني كل يوم، بس غصب عني يا سيد. مش كل اللي بيعمله ابن آدم بيبقى بشوق، في حاجات بتبقى غصب عني. فورحمة أمك ما تنخورش في جرح متنخور فيه خلقة. بقول لك ايه، انت اخويا، مهما تعمل ومهما تقول، حظ امك انك اخويا. انت ابني، انا اللي مربيك اصلا. كنت بغير لك الكفوله يا وسخ. تزعلش مني، تزعلش مني يا فرج، انا اسف. انت ابني، ابني حبيب. شو هذا ليلى؟ بتمنى تكوني فكرتي منيح. انا قلت لحضرتك انا واخده قراري. والد الجنين معه خبر؟ والد الجنين ملوش دعوه، أنا حرة. عموما أنا ما كنت بتمنى أخذ الخطوة هذه أبدا، خصوصا أنه هذه تاني مرة بتعمليه جهاد. مش مقتنع باللي هي عملته، كان في حلول بديله كتير، بس هي قررت وخدت الحل السهل. دي حتى ما كلفتش نفسها تعرفني قرارها غير بمسج على الموبايل. لو سمحتي، في مريضه دخلت النهارده اسمها ليلى ابراهيم عبد الفتاح، غرفه كام وفين؟ لحظه. وي مستر، عملت العمليه من 3 ساعات وظهرت اول ما فاقت. خرجت؟ عملتي اللي في دماغك؟ اه يا مروان، هو ما كانش في حاجه صح اكتر من كده ممكن تتعمل؟ لا غلط، لانه مش قرارك لوحدك. امال قرار مين؟ قرار انا وانت مثلا؟ ايوه، دي اقل حاجه لو انت باقي عليا. جينا بقى للكلام اللي ما بياكلش عيش. هو انا ما قلتلكش مش الحب بقى اوضه قديمه؟ هيجي اليوم يا ليلى وتعرفي ان انت كنت غلطانه. وأقول لك حاجة كمان؟ لا شكرا، مش عايز أسمع.
تجيلي عشان انا خايفه قوي ومحتاجه لك. ما انكرش اني بضعف قدامها وممكن اعمل عشان خاطرها اي حاجه، بس بعد اللي شفته منها من كذب وتمثيل خلاص ما بقتش فارقه معايا، وخصوصا بعد ما عرفت اللي فيها. قال المؤاخذه عامل زي الخاتم في صباعها، وقت ما تحتاجه تلبسه، وقت ما تزهق منه تقلعه وترميه وتدور على غيره. النفسية اللي بتخليك تصدق المساعدة اللي جالك من ناس عمرك ما كنت تتخيل انهم يساعدوك، كمان لما بتلاقي نفسك لوحدك ما بتصدق تلاقي حد يطبطب عليك، حتى لو جوه نفسك كنت متأكد انه اكتر حد قاسي في الدنيا. في سجننا جوجو. جوجو بعرف انه المطرح مش قد المقام، كان بودي اني اجيب لك تلفزيون يسليكي بقيه السهره او اثنين شباب. اثنين بس؟ خليهم خمسه سته سبعة، وما تنساش البنات يا سيدنا. لا اسم الله عليك، لسانك ب 24 فرنش. إذا هيك منيح، بتقولي لي هالكلمتين اللي بدي اسمعهم وبتفلي إلا إذا حبيتي تعملي عنيدة وقوية وتلفي وتدوري، ساعتها قاعدي ما في عندنا شيء والمطرح واسع. عاوز تعرف إيه؟ رح نعيد ونزيد؟ انت بتعرف؟ انا ما اعرفش اكتر من اللي انت تعرفه، بس حبيبة قالت لي غير هيك. قالت لك ايه؟ قالت لي انه انت اللي عطيت اللمسات الاخيرة للرواية، وانه انت السندوق الاسود تبع. هي قالت لك كده؟ الصدق باين في عينك يا سيدنا جوجو. اذا كنت ما بشتغل بالاداب مش معناتها اني ما بعرف اتعاطى معي. احكي. احكي يا سيدنا. ما احكيش ليه؟ هحكي طبعا. اصل ما كانش ينفع ما تحكيليش. انا كنت عايز اعرف هتتصرف ازاي لو حصل معاها كده. يا ترى هتيجي تقولي ولا هتتصرف ايد عني؟ كان نفسي اقولك نطلع فوق، بس خفت لا مروان يجي ويزعل منك. احنا في ايه ولا في ايه يا سيد؟ بقولك انا قاعده مرعوبه، اهلي شكلهم هم اللي عملوا كده. عايزة تقتلني. ما تخافيش، ده شغل عيال صغيرة، اللي عايز يعمل حاجة بعملها، مش بقعد شخبط على الحيطة. لا لا مش شرط. انت اللي عملتي في نفسك كده مش حد تاني. قلت لك مليون مرة كانت غلطة. كل حاجة غلطة، ارحمي نفسك بقى. انا مكلمك عشان خايفة، يعني المفروض انك تحميني مش انك تخوفني زيادة. ما تعملش انت كمان نفس الغلطة مرتين. عملتي كده ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انت السبب؟ لو كنت حسيت معاك بالامان ما كنتش عملت كده. لكن انت حياتك كلها مشاكل وتوتر وقرف، فهمت؟ لا ما فهمتش. انا بحبك بجد يا ليلى،
ولو كانت حياتي هي اللي مكانك ومليانه مشاكل كده ما كنتش هعمل زي ما انت عملتي. انا مش لسه قايله لك بالشرط. ما تحكمش على حاجه ما حسيتهاش يا سيد. كلنا بنتكلم حلو قوي واحنا بره الموضوع. ولما بتبقى المشكله مش بتاعتنا. لو كان حد مكاني كان قتلك زي ما طلب منه. نعم. طلب منك ايه؟ مش مهم. طلب منك ايه يا سيد؟ قلت لك مش مهم. وادي اللي كنت قايل لك بيه اهو. خليه معاك احمي بيه نفسك. مدام صافي ربيع ما تنساش الشباب يا سيدنا. جمانة بتحبك كتير ما شاء الله عليك لماح. بابا كان دايما يقول لي هيك. بس في شي جديد عرفته من جمانة بعد بكير اني رح كون، بس اذا حكمت رح تزعلي كتير. على كل حال مش هيدا وقته. بحكم معرفتك لجمانة برأيك رح تحميلك ظهرك وتحكي اللي هي بدها اياه، او برأيك رح تحكي لي اللي انا بدي اياه؟ مهما كان اللي قالته لك او اللي لسه هتقوله لك، جمانة ما تعرفش حاجة تضرني عشان تخبيها عليك او تحملي ظهري. غريب. هناك أشياء لا تنتهي بمجرد أن تضع لها كلمة النهاية. ستظل النهاية مبهمة بالنسبة لك إن لم تهتم أولا بفهم التفاصيل. وكان الحل إنك تحاول تبعد الدم عن اللعبة عشان ما تدخلش في احتمالات أنت مش عارف نهايتها. أنا خلاص خدت قراري ومش هغيره ومش عايز كلام من أي حد. ما هو ده اللي غايزني يا طيار. خلاص لو عايز تروح روح لوحدك مش جاي معاك. يا سلام، ومين قالك اصلا عايزك تيجي معايا؟ تكونش فاكرني عيل صغير ومحتاج حد معايا. مش عايزك تيجي يا فرج. على فكره انا ما بقولكش الكلام ده عشان ترصهم لي، انا بقولك الكلام ده عشان اللي انت هتعمله ده اكبر غلط. ساعات الغلط بيبقى صح. لا يا واد، ما عرفتكش انا كده. انا اللي انا افهمه ان واحد قتلين لابوه اول ما يشوفك لو ما قتلكش يبقى انسان متخلف. ويمكن ما يقتلنيش. اقولك على حاجه، دخل وسيط ما بيننا ماشي، اختفي انت بس من الصوره اهو. هلا اهو 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 ده بقى الخب عينه يا صاحبي. طب اقول لك على حاجه يا طيار، واحد بس اللي هيعيش، يا انت يا هو. انا يا فرج وفر عن نفسك بقى الكلام الاهبل اللي انت عمال بتقوله من الصبح ده، وبلغه ان معادي معاه بكره وهروح لوحدي ومش عايز حد معايا. روح لوحدك ولا اتحرق بجاز اسود وسخ. نعل ابوك ابن كلب. امشي بره. هلا امشي بره. متخلف انت، انسان متخلف. سيبك تروح لوحدك، أمانتي.
الاتفاق كان انك تجي لوحدك. انت كمان ما نفذتش الاتفاق. الواضح انه نحن اتنيناتنا شربين من نفس الكاس. انا يا ابني بشرب من الازازه، ماليش في الكاسات. من زمان وانا بسمع عنك، كنت بتمنى انه اول مره اشوفك فيها تكون ميت وانا قاعد عم بتفرج وعم متع نظري بهالمنظر الحلو. وانا اخر مره شفتك فيها انت كنت قد كده وكنت بتقعد على رجليا، واخر مره عملتها. وقف راجل، خلينا نخلص الموضوع. شو جاي طالب الرحمه؟ انا جاي نتفق واوفر عليك وعلي الدم. هلا صار قلبك طيب وبدك توفر دم، ليش لما قتلت لي بيي ما كنت عم تفكر انك توفر دم؟ اللي حاصل هو اللي طلب نهايته بالشكل ده. انا عايزك تهدى وتفهم ان مجيتي ليك هنا لمصلحتك. مصلحتي؟ تفضل تحفني، كيف لمصلحتي؟ كل مشكله ابوك معاك كانت في مصالح السلاح، لانها ما كانتش بتعدي غير من تحت ايدي انا، لكن عشان خاطر وشك السمح ده هعديها لك. مش عايز منك حاجه، هديه كادو يعني. ما بيكفيني. امال عايز ايه؟ ابعت لك خالتي تمسج لك كل يوم ثلاث؟ بيك تشيلي من قصه خالتك؟ هيدا عرضك الوحيد ولا في شيء تاني؟ انا قصه مصالح السلاح رح احصل عليها اول على اخر ومن دون جميلتك. وكمان هيدا ما بيكفيني. امال ايه اللي بيكفيك؟ ترد المصاري اللي اخذتها من بيي. ضعف. من شين تتربى يعني؟ وخروجكم من لبنان كلكم سوا على بعضكم قشي لفي، وما ارجع اشوف وجه واحد منكم مره تانيه. ورقبه هيدا كده خلص الكلام وجبت اخره. اسمعني كويس، لو متخيل ان انا جاي هنا عشان طالب منك الرحمه تبقى غلطان. انا جاي هنا عشان ارحمك انت ورجالتك. انا ناصر الطيار يالا، والمره الجايه لما هشوف وشك هبعتك تسلم على بيك وتاخده بالحب. جالك كلام يا بينوت؟ خلصت الموضوع ده فرق. ما قلنا كده من الاول، انت بس اللي ما بتحبش تسمع الكلام. بغض النظر عن اللون اللي لابستيه يا أنسي مايا، بس لازم تعرفي إنه إلك معزة كتير كبيرة بقلبي. بس ناقصني نتوفة إشياء حابب أعرفهم منك. وهي؟ أنا بعرف إنه حمزة آخر فترة قضاها عندك، تحديداً هو عم بيخلص الرواية، وبالأخص هو عم بيخلص الفصل الثالث. لك حلو كتير هالفستان، شو قماشته؟ ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ كيف ما بتعرفي يا مايا؟ كيف ما بتعرفي؟ ولو انا بعتقد حتى انه يمكن اخذ رايك باشياء. ما هو لو عمل هيك كنت قلت لك، بس حمزه ما بيحب حدا يقرا شيء قبل ما يخلصه. مع انه حمزه كثير طيوب ولذيذ وحبوب، ما بيعمل شيء قبل ما يخلصه. ايه ايه. والقصة هيدي كام يا حمزة؟ مش ناقصني غير الفصل الأخير بس،
انما الخطوط العريضه كلها موجوده، يعني هتشوف الحدوته كلها كامله قدامك. والقصه هيدي عن شو بتحكي؟ عن عالم الدعاره وتجاره السلاح، بس بادق التفاصيل وشخصيات حقيقيه من ارض الواقع. ايام وليالي يا سيدنا، بس لازم اقرا انا هيدي. اكيد طبعا، خد وقتك براحتك، بس انا متاكد انها هتعجبك. طيب هيدا مين بيطلع حمزه حتى يخطفوه؟ كان على علاقه مع مرت مجدي الجديدي، مصورين فيديو سوا، عملوا فضيحه كبيره بالبلد. حلو كتير، هاي الخبريه روعه، تجنن. شو عم تفكر؟ رح خبرك، بس من بعد ما تجيب لي كل الاخبار هيدا حمزة. عاملة ايه حبيبتي؟ زي ما انت شايفة عاملة ايه يا مايا؟ منيحة ما تعبت عليهم. انت يا جمان عاملة ايه؟ انا زي ما انت شايفة. عمري ما تخيلت ان ده يحصل. حبيبة، هو انت قلتي على حاجة؟ ليه هو في حاجة عشان اقولها يا جمانة؟ ما انا بقول كده برضو، ما احنا لو نعرف اي حاجة كنا قلناها على طول. عملوا معاكوا حاجة هنا؟ بصراحة لا. متخافوش، تخرجوا من هنا قريب. قصدي كلنا هنخرج من هنا قريب. مظبوط، رح تطلع من هون يا حبيبي، بس اثبتي لي البراءة بالأول، ساعديني بشغلي وأنا بنفسي بوصلك على البيت. هاي صبايا. مجدي؟ مين؟ معك فؤاد، دار نشر الحرية. بفتكر انه لازم اشوفك، في معي شغلة بتخصك ولازم تشوفها. اوكي.